الخير. في ظل حرص الدولة من أزمة كورونا إن على أولادنا وعلى إننا نبقى متواجدين في البيت على طول، أصاب الأولاد يعني زي ما نقول كده شوية من الكسل، أو إن هم ما بيبقاش عندهم رغبة إن هم ينزلوا أو يعملوا أي مهارات. معنا الدكتورة غادة حشاد، استشاري العلاقات الأسرية والتربوية ومديرة مركز حياة للتنمية المهارات. هتكلمنا النهاردة عن إزاي نتغلب على الكسل عند الأولاد. زي حضرتك. أهلا بيكي. قولي لي بقى، احنا طبعا عندنا يعني احنا كاولياء امور عايزين نطلعهم كده من الاوضه باي طريقه، خلاص دخلوا كل واحد اوضته وقفل عليه نفسه كده وخلاص ومسك الموبايل وبلاي ستيشن والحاجات دي كلها، ومش عارفين نعمل ايه. وطبعا ممنوع ينزلوا المدرسه، او دلوقتي احنا خلاص قربنا ننزل كمان، النوادي ابتدت شويه تقفل وشويه تفتح وحاجات كده، نعمل لهم ايه؟ في الحقيقه يعني اعاد الولاد لوحدهم داخل حجره مقفول عليها بدون التواصل الاجتماعي مع الاخرين من اهم اسباب اصابتهم باعراض الاكتئاب وبالتاخر في المهارات الاجتماعيه، لان احنا الاولاد شخصياتهم بتنمو لما بيتفاعلوا مع الناس اللي حواليهم، يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الاصغر ومع اللي في سنهم ومع الاكبر، امتى يقولوا ايه وازاي، مين يحترموه ومين يعرفوا ياخدوا حقهم منه باحترام، امتى الولد يمد ايده وامتى ما يمدهاش، امتى يدافع عن نفسه، وازاي يفترض حسن النوايا في الاخرين. كل المهارات الاجتماعيه دي اللي بتشكل جزء من الذكاء الاجتماعي وجزء من نسبه الذكاء عند الطفل وجزء من شخصيه الطفل بتتكون من خلال احتكاكه بالمجتمع اللي حواليه. فتخيلي بقى حضرتك في فتره من اهم فترات نمو الطفل اللي هي بتبقى منذ الميلاد لحد سن المراهقه ما بينتهي لحد 18 سنه. احنا داخلين على سنه، بقى لنا سنه تقريبا قاعدين في البيت، احنا من 15/3 بالظبط اللي فات قرار الاغلاق، داخلين اهو احنا في اول 3 بالزبط. فكده داخلين على سنه، سنه كامله تسقط من المهارات الاجتماعيه في حياه الطفل، دي خطيره جدا. او احتكاكه بس بالاب والام في فترات بسيطه ومجموعه من الاصدقاء لو نزل نادي او حاجه، وده ما يكفيش. ده ما يكفيش عشان نمو شخصيه اجتماعيه، لانه من خلالها بيعرف يتواصل مع الاخرين، بيكتسب خبرات، بيعرف يتواصل مع المجتمع، بيعرف يحط طموحات، بيعرف يحط اهداف، بيعرف ايه الصح وايه الغلط، يتعلم الاخلاق ويتعلم الكلام ويتعلم ازاي يتواصل ويكسب من الموقف او يخسر من الموقف. كل دي افتقدها لمده سنه كامله، ده كتير قوي. فان الام والاب يسيبوا الاولاد كده داخل الاوضه مقفول عليهم ما ينفعش، لازم يبقى في حزم. يعني فترات الوعد في البيت طويله يعني زادت، فاحنا ممكن نجيبه مثلا ساعه نص ساعه يروحوا مسترسبين بعد كده وداخلين الاوضه تاني، ازاي نشدهم؟ لو لقى جاذبيه عند الام والاب في حوار، في كلام، في تقبل، مش كل ما اقعد مع بنتي اقول لها انت مالك عامله كده ليه؟ انت ما بتذاكريش ليه؟ انت ما بتعمليش ليه؟ انت ما وقتيش اوضتك النهارده؟ انت ما عملتيش، يبقى كل العلاقه بيني وبينها يا نقد يا اوامر. هتقعد جنبي ليه؟ هتقعد معايا ليه؟ هتقعد معايا لما تلاقيني برحب بيها، قبلاها بشكلها، قبلاها بالعيوب اللي في شخصيتها اللي لسه بتنمو، بضحك معاها، بهزر معاها زي اصحابها بالظبط. هم ليه بينجذبوا خصوصا في فتره المراهقه للاصحاب؟ لان الصاحب ما بيفضلش ينقد ويدي اوامر، الصاحب بيقبل، هو صاحبه لانه قبله بالمنظر ده بعيوبه واخده على بعضه كده. لو الام اخذت البنت على بعضها كده عشان تدخل لها في مدخلها وتدخل في الشخصيه بتاعتها وتبتدي تجذبها بقى ليها، الاولاد مش هينفروا من قعده ماما وبابا. يبقى في حوار، حوار مشترك، اهتمامات مشتركه، في لعب، في انشطه بنعملها سوا، في قراءة، القراءة رائعة ومهمة جدا لتغذية مش العقل بس، العقل والشخصية. بياخدوها عن طريق الموبايل، يعني انا بشوف ان معلوماتهم كلها بتبقى عن طريق الانترنت دلوقتي. ما احنا ما نقدرش نقول، بس ما بيقدروش قادرين يقعدوا ياخدوا كتاب على بعضه زي ايامنا زمان كده، اللي هو يعني احنا ما نقدرش نقول لهم سيبوا الموبايل او سيبوا الانترنت خالص، لان هي اصبحت من متطلبات العصر. لكن لازم احدد خصوصا في مرحلة النمو اللي بتأثر على النمو العقلي، نمو مهارات الادراك عند الطفل، وبتأثر على نمو المهارات الاجتماعية
الاجتماعيه عند الطفل. فانا بسمح بيها لكن في حدود. امتى بنصح الناس اللي بيقولي اقفل الموبايل والتلفزيون والتاب واللاب تماما؟ لما بيكون ساب ولاده تشبعوا وبقوا قاعدين 24 ساعه لحد ما فعلا ابتدت تتدمر المهارات العقليه عنده وابتدى يبان ده في سلوكياته او في الاي كيو بتاعه مقياس الذكاء بتاعه. علامتها ايه بقى يا دكتور؟ يعني ازاي احس ان هو ابتدى يتدهور؟ مش عارف يقول موضوع على بعضه، يتكلم موضوع على بعضه، بيدخل في موضوع ويطلع ويدخل في موضوع ويطلع، حصل عنده تشتت في الانتباه. لما بتيجي تقولي له جمله طويله، قلت ايه ماما؟ قلت ايه؟ لما بيروح يجي تقول له هات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا او اعمل كذا وكذا وكذا، يعمل حاجه واحده يقول انا مش فاكر وانت قلتي ايه. فبالتالي هو لا بقى فيه تركيز ولا بقى فيه انتباه ولا وبقى فيه تشتت انتباه اصلا، بقى فيه التذكر وقع من عنده، مش عارف يتواصل ويعمل صداقات مع الاخرين، اصبح منطوي. كل دي علامات خطر. تحصيله الدراسي قل، مش عارف يركز في كتاب، كل دي علامات خطر. مش صح نسكت عليها. الاونلاين حاجه جديده علينا خالص في الموضوع، الدراسه استخدمناها بقالنا سنه تقريبا. نتواصل يعني الولاد يفضلوا يتواصلوا مع بعض ازاي؟ يعني يعرفوا يعملوا ايه تاني غير الاونلاين ده؟ هو الاونلاين المفروض يبقى وسيله مذاكره بالاضافه لان انا هسمح لهم بما لا يزيد عن ساعه من سن 7 سنين لحد 12 سنه، ما يزيدش عن ساعه اصلا، لان وفقا لتعليمات الجمعيه الطبيه الامريكيه بتقول ان منذ الميلاد لحد 5 سنين يسمح بزيرو مينتس، مش مسموح لحد 5 سنين انه يمسك موبايل ولا تاب ولا يتفرج على التلفزيون ولا اي حاجه. ما بياخدوش زيرو مينتس راحه منه، العكس. ما قلبناها. ايوه حقيقي. لا هو زيرو مينتس فعلا، لان دي اهم مرحله لنمو القدرات العقليه. بعد 5 سنين ل7 سنين نص ساعة، ل9 سنين نص ساعة، من 9 سنين لحد سن لحد انتهاء سن المراهقة ساعة فقط. يعني هو تنظيم الوقت، حضرتك بتنصحي بتنظيم الوقت دايما، الأم تبقى والأب منظمين الوقت مع الأبناء. وهوجد بقى أنشطة بديلة، ما أنا مش هسحبهم وأسيبهم في الفراغ. بالظبط. الحوارات مع الأم والأب، الأنشطة اللي معاهم، أنشطة النوادي مهمة جدا، الرياضة أهم. ممارسة الرياضة لأولادنا وبناتنا لحد سن المراهقة لا تقل أبدا أهمية عن المذاكرة، أبدا أهمية عن المذاكرة. بيتعلموا إزاي يعملوا علاقات، بيتعلموا يعني إيه يقفوا قدام الكابتن، يعني إيه ينتظموا، يعني إيه يسمعوا التعليمات، يعني إيه يبقى في توافق عضلي عصبي فيعمل ويأدي وفقا للي هو عايزه ويتحكم في عضلاته. مواقف مضطرين يثبتوا فيها نفسهم. أيوة. سواء ماتشات، التحدي والمنافسة وقبول الخسارة وقبول المكسب مهم جدا. طب القعده في البيت دي، احنا خلاص نازلين الدراسه مفروض، او في بعض المدارس نزلت، تاثيرنا ايه بقى؟ احنا بقى قاعدين بقالنا سنه اهو تقريبا، لما يجوا ينزلوا بقى ااهلهم ازاي للموضوع ده؟ هو المفروض ان هم المفروض ان هم متشوقين للنزول، لكن احنا هنلاقي بعض الاولاد استكانوا ورضيوا بقعده البيت ومش عايزين ينزلوا. المفروض احنا بقى ما نقهرهمش، يعني ما فيش داعي للعبادات الحارقه الحاده اللي احنا بنتعامل بيها مع اولادنا والخناقات. نبتدي نأهلهم بان احنا نشجعهم، بان احنا نقول لهم الميزات اللي هيقابلوها، ان هم هيقابلوا اصحابهم، هيقابلوا المدرسين، هنطلع رحلات وهنلعب سوا وهتلاقوا اصحابكم تاني وهتندمجوا، اللي بيحب الميوزك هيدخل حصه الميوزك، واللي بيحب الارت هيدخل حصه الارت، والانشطه الجماعيه اللي بتعملوها نبتدي نرغبهم في ده. ويا ريت في الوقت ده المدارس تعمل انشطه جذابه. اظن ان الانشطه ممنوعه لسه برضه موقوفه ولا ايه؟ مش عارفه والله، مش عارفه، بس لو ده متاح يا ريت تبقى في انشطه ولو بقدر قليل من الاطفال، يعني مش لازم يبقى في تجمعات، لكن الانشطه مطلوبه. بدل الاوضه ما بيقعد فيها 20 يقعد 10، بس ما اقدرش في المدرسه الغي الانشطه لان هي اللي هتجذبهم للمدرسه. تمام. طب استاذن حضرتك نطلع فاصل ونواصل تاني باذن الله.
ورجعنا من الفاصل. دكتورة غادة، قبل ما نطلع الفاصل كنا بنتكلم على تأثير القعدة في البيت على الأولاد، وإن احنا عايزين نأهلهم إنهم يرجعوا تاني للمدارس. حضرتك كنت اتفضلتي قلتي إن احنا نبتدي بقى نشجعهم، نقول لهم هتشوفوا أصدقائكوا تاني والحاجات دي. اقتراحات حضرتك إيه تاني؟ الأنشطة اللي بتعملها في المدرسة، يا ريت بلاش الكلمات اللي إيه بكرة هتتربوا وتنزلوا المدرسة. المدرسة هتعمل فرحانين فيهم. ايوه، اللي احنا فرحانين فيهم. العبارات دي دايما بتدي ايحاء سلبي جدا للاولاد عن ان المدرسه دي عقاب، عن ان المدرسه دي حاجه وحشه جدا، ان كل الحريه اللي كانوا واخدينها قبل المدرسه كل ده هيقيد بعد المدرسه. ما جيش ازعل بقى ان هم بيتعاملوا مع المدرسه بشكل وحش، وانا اصلا اللي حطيت في العقل اللاواعي عندهم ان المدرسه دي حاجه مقيده وبايخه وفيها ضبط وربط، وهم عايزين ينطلقوا. يبقى انا اخد بالي من كلامي كويس جدا وانا بتكلم، اقول الايجابيات. المدرسه ما ترجعش، ما فيش حد يقول لك يا سلام انتوا جايين عاملين كده ليه، يقابلوا بطريقه صعبه من مدرسين. لا، هم لازم يقابلوا بالترحاب من مدرسين، لان هم في الاخر اطفال. انا بتعامل مع اطفال، انا اللي عايزه اجذبهم للمدرسه. احنا بالنسبه للمدرسين يستقبلوهم مثلا بورده ولا بحاجه، يعني يعملوا لهم اي ابتسامه، يعني والله حاجه. هو فعلا عندك حق، وفعلا الكلمه الطيبه مهمه جدا. الكلمه الحلوه، استقبلهم بكلمه حلوه، استقبلهم بابتسامه، اعمل لهم مسابقه في الاول، ودي جوائز صغيره خفيفه، اسقف، اشجع. الحاله النفسيه للطفل مهمه جدا، وان انا اراعيها دي مهمه جدا. قعده البيت ممكن تكون اثرت عليهم في ايه غير ان هو بس بيبقى يعني عنده شويه من العزله والحاجات دي؟ هي اثرت في نفسيه ايه واحنا مش واخدين بالنا؟ اثرت نفسيا واثرت عقليا على بعض الاولاد. اثرت نفسيا على البعض اللي ما كانش بيتجاوب مع الاخرين زي ما قلنا ومقفول عليه. هو ابتدى ينطوي، ابتدى ما يعرفش يعمل تواصل اجتماعي مع الاخرين، ابتدى يبقى منعزل، ممكن يطلع كلمات هو بقى ما خدش خبره يقول ايه وما يقولش ايه، فممكن تبقى علاقته حاده باللي حواليه. ده هيستدعي ان الكبار اللي حواليه يستوعبوا بس ان هو يعني لسه بيتعلم، بس تعلمه اتاخر سنه زي بقيه الدنيا، ده غصب عننا. ده نفسيا ممكن يصاب باعراض اكتئاب، نفسيا ممكن يصاب بحاجات كتيره جدا، لازم الام والاب يبقوا واخدين بالهم عشان يلجأوا للعلاج فورا. ده بالنسبة للنفسي. طب بالنسبة للقدرات العقلية، بعض الأولاد نتيجة الملاصقة المستمرة للموبايل وللكمبيوتر حصل لهم انكماش أو ضمور في بعض المهارات العقلية الأخرى، فنلاقي الطفل تفوق قوي في بعض المجالات وتكلميه ممكن يتكلم معاك ويبقى ذكي، إنما عند التحصيل تركيزه قل، انتباهه قل زي ما قلنا، ما بقاش عنده بقى ممكن يدخل في دور صعوبات تعلم، لان صعوبات التعلم دي بتبقى للاطفال الطبيعيين النورمال اللي نسبه ذكائهم عاديه خالص، لكن بيعانوا من بعض صعوبات التعلم. هنلاقي ده ظاهر قوي في الاعمار الصغيره، يعني في الكيجيهات وفي المرحله الابتدائيه ده هيبقى ظاهر جدا، لانها من اهم مراحل النمو اللي موجوده عند الطفل. واحنا بنعد الحلقه كان اسئله كده، ان هي العكس بقى، ان هو بقى ملاصق جدا لامه. ان هو انا خلاص يعني رجع تاني مرحله اللي هي ما قبل الحضانه، مع ان السن كبر. يعني مثلا بقوا في ابتدائي او كده، بس لا خلاص احنا عايزين نقعد بقى في البيت، انا مش عايز ده بقى نوع بتصنفوه على انه نوع من انواع الاكتئاب مثلا، او بيبقى ايه؟ هو يعني نقدر نقول انتكاسه مثلا، نقدر نقول ان هو ممكن يكون نتيجه الاكتئاب، ممكن يكون نتيجه العزله والوحده اللي الطفل عاش فيها نتيجه بعده عن اصدقائه. تصرفنا ايه بقى هنا كماما وبابا؟ مش المفروض ان انا انهر الطفل، ولا المفروض ان انا اسجره عن حاجه زي كده، المفروض ان انا بالتدريج ابتدي ادخله في العالم الجديد اللي ابتدى يتفتح تاني، وابتدي اسحب نفسي مع العبارات الداعمه والتشجيعيه. انت بقيت كبير، انت مستقل، التشجيع الدائم، اديله ثقه في نفسه، احاول اوجد له رحلات، واشوف الانشطه اللي هو بيحبها ايه. دي نقطه مهمه جدا، الانشطه الهامه للطفل اللي المفروض ان هو بيعرفها وبيبتدي يتعلمها، زي الرسم، زي الرياضه، زي القراءه، زي اي نوع من انواع الانشطه اللي الطفل يلاقي نفسه فيها، وبعدين نبتدي نوجد له اصحاب بقى. هي الصراحه من المميزات ان احنا ما قفلناش الرياضه، يعني من ساعه لما قفلنا المدارس كان الرياضه شغاله. فيعني متنفس شويه. وبنصح في الوقت ده باختيار نوع الرياضه اللي في الهواء الطلق، يعني اللي مش في قاعات مغلقه. لان برضو احنا لسه المفروض واخدين بالنا من الموضوع، الموضوع ممكن ينتشر تاني. وزاره الصحه قالت في موجه في شهر ابريل ان شاء الله، مش هتيجي ولا حاجه. يعني هو مارس ده لوحده بيبقى ساعه امراض لوحده، فما وقفش الرياضه، لكن العب باسكت، العبهم باسكت، العبهم كره قدم، العبهم فولي، العبهم بلاش جمباز لانه في اماكن مغلقه. اختار الالعاب، السباحه، اختار الالعاب اللي بتتم في هواء مطلق، دي مهمه جدا.
قعدتهم في البيت وتأثيرها دي، كان تفتكري الإعلام دي دور فيها؟ يعني احنا ممكن كعالميين يعني او كقنوات، ده انت كل في كل، الله يخليك. ممكن نضيف حاجة؟ يعني احنا ممكن نساعد بطريقة او بأخرى في ان احنا نشد الأطفال تاني زي زمان؟ اه طبعا، التوجيه بيتاخد من الإعلام بتأثيرات شديدة جدا. يعني الأم تفضل تقول تقول تقول، انما لو جه للطفل الصغير كرتون او للكبير مسلسل او فيلم او حاجة بيحكي قصة حد سي كان منطوي، كان في مشاكل وابتدى يحلها ويتغلب، احنا كده بندي دفعه وبندي نموذج ان انا اعمل القدوه في الحل للاولاد، ان انا اجيب لهم نصائح مستمره، ان انا اعمل مسابقات مثلا في الاعلام عن المتفوق في نشاط كذا ونشاط كذا ونشاط كذا، ان انا اعمل برامج موجهه ليهم مخصوص تشدهم وتخليهم ينزلوا الشارع. طب انزل مارس النشاط الفلاني، طب نجمع المجموعه ديت في تبع وزاره الشباب، تبع وزاره الثقافه، تبع الوزارات. هنا ليها دور مهم جدا لان هم اصلا ما شاء الله ليهم انشطه حلوه جدا. فايه المانع ان احنا نشترك معاهم؟ ممكن حضرتك تقدمي. اتفضلي. اهلا بيكي، اتفضلي. سؤال حضرتك. الو. ايوه سؤال حضرتك. أنا ممكن اتكلم مع الدكتوره؟ اتفضلي، معاكي الدكتوره. لو سمحتي يا دكتوره، انا عندي طفل عنده 6 سنين وعندي طفل عنده 4 سنين. ايوه. ما عودتهمش انا طبعا على النت والكلام ده، ما عنديش الكلام ده خالص. بحفظهم القران وبعلمهم عقيده الله فين وكده، ربنا فوق، علمهم يعني خفيفه، هي خفيفه مش ثقيله يعني، فاهمه؟ الامور الدينيه بتعلمه الامور الدينيه البسيطه على عاده معينه، ما كل واحد ليه عاده معينه زي ما بتاعته، بس يكون في حاجه مثلا. نعم ايوه حضرتك اتفضلي. اتفضلي. لما يكونوا هما الاثنين بالشكل مثلا على عاده معينه، ما فيش اللي هي مثلا كل حاجه كل واحد ليه حاجته، بس ما ايه ما يكون في لعبه واحده مثلا بالشكل معين. انا ضد الارتداد يعني، مش عارفه ضد الارتداد هم يعني، مش عارفه اقول لهم هاخدها ليها لو ما حليتوش الموقف ده مع بعض، يعني حلوا مع بعض انا هاخدها ليها، ده صح ولا لا؟ او مثلا اكون متفق معاهم على اتفاق ان انا اخد الرساله دوت، ابقى اتفق معاهم مثلا على ان انا هعمل ايه؟ على اتفاق معين يعني، فالكبير بيبقى بالاتفاق لكن الصغير تمام بيقولوا ده صح. خلاص احنا فهمنا سؤال حضرتك. يعني اعمل ايه طيب؟ تمام احنا فهمنا سؤال حضرتك والدكتوره هترد على حضرتك حالا، متشكرين. هي سؤالها الاولاني ان هي على حسب ما فهمت، ان الصوت برده ما كانش واضح قوي، ان هي بتحاول تقربهم اكتر من ربنا وبتديهم التعليمات الدينيه بس بشكل مبسط جدا، كنوع من ان هم يبعدوا عن يعني تشغيلهم وما يبعدوا عن الحاجات الالكترونكس. فدي حاجه كويسه ولا تزود ازاي؟ هي ده اول سؤال. طيب هو تاني حاجه بقى المشاكل اللي بينهم وبين بعض على لعبه وكده، ازاي تفضها بينهم وبين بعض؟ طيب اجابه السؤال الاول هو الام والاب مامورين بتعليم اولادهم الدين، بس هعلمه ازاي؟ هو سؤالك كان قد ايه كمان؟ فانت كده بتتكلمي عن التوازن في الشخصيه، ان انا انشئ شخصيه متوازنه. مطلوب في الشخصيه المتوازنه طبعا، بما ان واضح ان الاتجاه هنا ديني، ان انا بعلم الدين. بلاش اعلم الدين بصح غلط صح غلط صح غلط. اهم حاجه في تعليم الدين طريقتين، القدوه والقصص. القدوه والقصص، لان ما ينفعش ايوه، لان ما ينفعش افضل اقول حرام حلال حرام حلال وفي الاخر ازعق اكذب افاصل اول درجه مظلم حد، اتكلم على حماتي او الاب يسيء للام او الام تتكلم على الاب من وراه او تحصل مشكله في حد منهم يتلفظ برضه. فين تعليم الدين بالقدوه هنا؟ فاولا انا لازم اعلم الدين بالقدوه، ثانيا القصص القراني هو تلت القران قصص. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عارف ان هو خلقنا نتقبل القصص، بيدخل بطريقه سهله وسلسه جدا ويملا الشعور والوجدان. فانت عندك طريقتين، الصح والغلط، اوكي هنقلل الكلام قوي عنه ونشتغل بالقدوه ونشتغل بالقصص وحفظيهم قران. فين بقيه جوانب الشخصيه بقى؟ فين الناحيه الرياضيه؟ فين الناحية العلمية والتعليمية؟ فين الجانب النفسي اللي أنا بتعامل معهم وأقبلهم وأحبهم وأحسسهم إن هم مقبولين بالنسبة لي؟ فين الجانب الأسري والعائلي؟ فين الجانب الاجتماعي؟ بقية الجوانب دي كلها لازم تنمو بشكل متزن. كل ده هتطبقي في الدين، يبقى أنت في كل ده
بتطبقي الدين بالقدوه، وده اللي احنا عايزينه. هي سؤالها مهم بصراحه، وهو كانت نصيحه لكل الامهات. احنا معانا بالظبط دقيقتين، حضرتك قول لنا بقى في نصيحه نعمل فيها ايه؟ يعني نلم الموضوع ده كله ازاي؟ اهم حاجه في الفتره اللي احنا فيها دي ان احنا نقرب من ولادنا. لازم يبقى في احتواء، ولازم يبقى في حوار، ولازم نبقى قابلين ولادنا. والقبول هنا مهم جدا، ايا كان المشاكل اللي حصلت للطفل، وايا كانت المشاكل اللي بيعاني منها، او الضعف اللي في شخصيته، او الخلل والاضطرابات، انا لازم اقبلها عشان اخد ابني في حضني وطبطب عليه. ودايما اقول لهم كلام حلو، بلاش نقد، بلاش نقد، بلاش لوم، بلاش عتاب، بلاش عقاب عمال على بطال، بلاش دعاء على اولادنا، بلاش نشتكي منهم، بلاش نشتكي منهم للجيران والبابا والماما ونفضحهم عشان غلطه قد كده متقبله من طفل. الاطفال عندهم كاميرات شديده الجوده بيسجلوا فيها كل حاجه احنا بنعملها، بتاثر فيهم تاثير فوق ما نتوقع. كلمه واحده ممكن تهد بني ادم، تهد ثقه الطفل في نفسه، ممكن تسبب انحراف الطفل اصلا، لان ماما بتدعي عليا، ماما بتقول عليا كذا، ماما بتقول عليا بليد خايب غبي، حتى لو بهزار يعني. والسخريه طبعا طبعا طبعا. كل الحاجات دي من فضلكم نتوقف عنها، نستبدل ده بالقبول، بالحب، بالحوار، بالصحوبيه، باللعب، بالقراءه، بممارسه الانشطه سوا. بعد كده هنلاقي ولادنا تقبلونا، هم كمان تقبلونا وقبلوا كلامنا وسمعوا كلامنا، بعد كده نبتدي نوجه ونعدل السلوك بمنتهى البساطه والسهوله. احنا سعيدنا جدا بحضرتك النهارده، نتمنى تكوني معانا على طول طبعا يعني. انا اللي الشرف. الله يخليكي، وشرف لينا. ربنا يخليك، وان شاء الله الفقره اللي بعد كده استنونا.